هاد المشكله وقع ليا مع الجاره ديال الاخت ديالي. جاره الاخت ديالي تناقشت هي والاخت ديالي على قبل السانديك، قالت لها ما غاديش تسكني فيه حيت المشروع عطاهم اختي شرات في الطروازيام وعطاهم داك السانديك يسكنوا فيه مؤقتا لمده 15 يوم ولا شهر بما خرج لي من الساروت. هي قالت لها لا ما غاديش تسكني ما عندكش حق فيه، المهم تناقشوا مع بعضياتهم. تناقشوا هبطت لها بجنويه تناقشوا مع بعضياتهم فكوهم الناس. قالت له والله ما تسكنوا فيه والله ما تبقاو فيه والله تنجيب لكم خويا نعطيها 50 درهم وبرك لكم في الدروج. هي ديما كديرها تهديد بخوتها، معروفين خوتها كتبقى تقول خوتي خوتي خوتي. فعلا اختي مشات دارت ديكلاراسيون بحكم عندها وليدات صغار، اختي عندها بنيه صغيره، الاب ديالي يلاه متوفي ما عندناش اللي ما عندناش اللي غادي يوقف معانا، حنا غير عيالات مع بعضياتهم. مشات دارت ديكلاراسيون قالت لي ما شنو كاين، دارت ديكلاراسيون بخوت ديالها، عيطوا على جوندارم قالت لي ما كايناش هاد الهضره. جاو الجيران تجمعوا كاملين ومشاو لحقوا على الاخت ديالي وقالوا لها حشومه غتكونوا جيران دواو معاها هي. قال لها عيب عليك هادشي اللي كديريه، انتوما راه جيران والعواشر هادي. صافي اختي حشمات وقالت لي ما انا غندير تنازل، هي غدير التزام الغد لي كذلك غادي نديروا تنازل نديروا التزام. مشيت للخدمه ديالي جايه من الخدمه غنديروا اساس تنازل والتزام. كنت كتطلع عليا من الشرجم كتبرك تعير تعير من الشرجم بقات كتغوت هذه، المهم بدات كتعير. عيطت لاختي قلت لها سيري عاودي رجعي عندهم. قالت لي ما شنو كاين وشنو كاين، عاودوا عيطوا ليها. قالت لي ما كايناش هاد الهضره هي اللي تهجمت عليا وهي هادي وهي. قال لها حنا اتفقنا غديروا تنازل والتزام، مالك على تقصوا حيه الراس ديالك. عاوتاني جاوا الجيران طلبوا الطليب، اختي قالوا لها الله يرضي عليك ما تبقايش تسوقي صافي ديري التزام وخليها من الله. صافي داكشي اللي غادي نديرو على اساس الخميس غدير اختي تجي من الخدمه غدير تنازل ويا التزام. انا جيت من الخدمه ديالي مشيت الصباح خدامه، جيت من الخدمه كانت بنتي في المدرسه سير كنتغدى وداكشي ساينا الغدا لحكم انا مكلفه بالشعبي الا كان شي مشكل او كان شي حاجه شي موت او شي حاجه شي مشكل كيعيطوا لي انا وعضو انا مكلفه بعضو بجمعيه. صافي كنكتشف انا كيقولوا العافيه الغوت غوت ديال الرجال العافيه من السطح. خرجت تنجري ملي طلعوا الناس كيجريو وطلعوا الناس طلعوا للسطوحه وداكشي كيقولوا العافيه فين لقاو كارطونه وسمنه بونجه فيها الزيت ومديرين في هذاك الدخان كثير. ملي ما لقينا والو تميت راجعه كنحيد في النشير ديالي محيدة النشير من دايره بحال هكا حتى كتشدني من الشعر ديالي من اللور كتقول لي جبت لك لي ربيك وداروا بيا جوج دخل فيا بكلشي نيف ما عقلتش على راسي تدخلوا فيا طوروني بثلاثه. المهم انا ما عقلاش كتبان لي الدوافع يعني كتبان لي مسكينه بنتي لابسه الحمر كدور لي بنعاد كتغوت كتقول لي ما تقول لي ماما هي اللي عندي تقول لي ماما هي اللي عندي. جمعت ام لا اله الا الله باغين يفكوا ولكن حتى واحد ما قدر حيت كل واز 22 كل واحد كيقول لي ملي قرب نقطع عليه العصبات ديال رجلي بركوا عليا تشلخوا فيا فرج خوني عصا كيعفط لي على شد لي راسي كيقول لي طلبي منا السماح طلبي منا السماح مالا ما عداش الرجال طلبي منا السماح. زيت راسي ملي كنشوف بنتي كتغوت ربي لا خلق بنتي اصلا مريضه ليا قلت لها شو ان الله غفور رحيم طلقني خويا راه عندي بنتي طلقني خويا عندي بنتي. حتى واحد ما قد اختي مسكينه اللي سمعت الغوت جات كتجري دخلت بيناتنا ضربها للدراع وضربها للصبع وجراتني ضربني بالقبضه للراس تلاحيت في الطروط ولا ما عقلت راسي لقيت راسي في السبيطار لقيت راسي مخشيه ديري لي كيديروا لي السكانير والراديوات ومخرجين لي اللي راه مازال ما درتوش حيت باقي نيوفي تيدوز بالدم باقي راسي كتجيني الدوخه تنطيح وكيكثر لي نيفي بالدم. وهاد الناس ما داروا حتى شي حاجه مشيت داروا لي شهاده في 36 يوم ومفتوحه. اختي ماما مسكينه ما كثرت الخلع عليه فيها مشات دارت شكايه وجابتها للوكيل جاو تصنتوا لي هنا وهي كدور عادي ما كاين حتى شي حاجه يعني كون بغى يعتقلوا كون يعتقلوا كون جابوا خوتها. قال لك حقه راه باقيين في البحث باقيين تنقلبوا عليهم في البحث كل واحد كيقول لك باقيين في سوالم شي في برشيد شي في سوالم شي في برشيد باقيين تيقلبوا عليهم. وانا مباش لي انا باغا غير الحق ديالي على الناس اللي تعدوا عليا اش درت لهم. جات للناس اللي تعدوا عليا ثلاثه كانوا غيقتلوني على بنتي ما خلو فين ما بقيت كاع كنقد نخرج بالخلعه وبنتي مسكينه حتى هي مقد تخرج كنقول هنا يجيو لي هنا يدخلوا لي وتفرشخت قدام داري يعني ماشي زعما بعيده ولا كنطالب غير بالحق ديالي يبان على الناس اللي تعدوا عليا. ما بغيت حتى شي حاجه كلشي ساكنه ولات خايفه ما قد قد ساكنه كلها ولات تخرج كلشي ولا كيجي عندي هنا كيقول لي اختي ولينا خايفين بغينا ربي ياخذ الحق
بغينا ربي يبين الحق في هاد الناس اللي تعدوا علينا، والله يبين الحق. وكنطلب من جلالة الملك الله ينصره وياخذ لي الحق ديالنا، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير الحق مع هاد الناس اللي تعدوا عليا.